إذن عبد المجيد تبون والوعود قصة لا تنتهي، حيث لا يخلو أي ظهور للرجل من الوعود ولكل فئات الشعب الجزائري. وكان كذلك في آخر لقاء له مؤخرا مع الصحافة، حيث أطلق تعهدات بالجملة، تعهدات جديدة، في حين لم ترزح القديمة مكانها. لا زال المواطن الجزائري لا يجد السميد ولا الزيت ولا البطاطا إلا نادرا، وإن وجدها فبمبالغ طائلة جدا رغم وعود السيد الرئيس. باش الحكومة تنفرد برأيها هذه أبدا، وأنا على وشك ربما في آخر ماي نوضع لجنة وطنية لمراجعة هذا الدعم، يكون فيها المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، النقابات كلها، الأحزاب تشارك، الأحزاب كذلك تشارك، وكل الطاقات الحية نتاع البلاد اللي ممكن تعطينا رأيها في إطار منظم، يخلقوا لجان ولا يخلقوا كذا، تتنصب إن شاء الله منا شهر ماي نهاية ماي إن شاء الله. لكن قال عبد المجيد تبون إذن في لقاء دوري مع الصحافة الجزائرية المحلية أنه سيتم تنصيب لجنة وطنية من أجل مراجعة الدعم العمومي لبعض المواد الاستهلاكية، تتكون من نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والأحزاب والنقابات، على أن تصب هذه اللجنة أو تنصب شهر ماي المقبل. في كل مرة يقول للجزائريين هذه الوعود ليست كبقية الوعود، وكلمات ليست كالكلمات كما قالت ماجد الرومي، لتذهب كلها هباء تذروه الرياح، مثل القطار المكهرب، وكيف سيحول الجلفة، وكيف ستصبح ورقلة عاصمة للنفط، وغيرها الكثير ما لا يعد على الأصابع من وعود تبون للجزائريين. يصبح المواطن ولد تمن راشد يركب في القطار من المحطة نتاع تمن راست، قطار سريع، قطار وكهرب، يوصل العاصمة بعد 8 سوايع ولا 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. وكان أيضا لولاية خنشلة من الوعود نصيبا طبعا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، أنا ما تحاسبنيش بالشي اللي ندار، حاسبني بالشي اللي ما غاديش يندار إن شاء الله. نعم، يقال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ونقول وعلى قدر إنجازات تبون جاءه التعظيم والتبجيل من خنشلة، حيث أقدم نحات على نحت تمثال الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أن في الجزائر الجديدة مشاهدين انتقلنا من صور الرئيس إلى التماثيل والأصنام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. توقيف مسؤول سامي في الدولة بسبب تمثال عن الرئيس تبون. أفادت مصادر إعلامية أن والي ولاية خنشلة أوقف مدير دار الثقافة عن عمله بسبب تمثال عن الرئيس عبد المجيد تبون. ووفقا عن مصادر وصفت بالموثوقة، أن والي خنشلة أمر بتوقيف مدير دار الثقافة بالولاية، وأن التوقيف تحفظي في انتظار رد وزارة الثقافة على قرار الوالي. وكان سبب التوقيف هو عرض مجسم لنحات لم يوفق في تجسيد مجسم الرئيس عبد المجيد تبون بشكل محترف، ويبدو أن منحوتة الرئيس تم تصويرها فوتوغرافيا ونشرها وتداولها في الفيسبوك، مما جعل رواد الفيسبوك يتنمرون على المنحوتة والتي كانت سببا في توقيف مدير دار الثقافة، ودعا العديد من المثقفين والفنانين من ولاية خنشلة وخارجها وللولاية للتراجع عن قراره بتوقيف المدير.
وأصبحت التماثيل والمجسمات للشخصيات الجزائرية تثير جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، وتثير غضب الجزائريين حيث اعتبرها النشطاء أنها سيئة فنياً وصارت مدعاة للتنمر على أصحابها. إذن أقدم والي ولاية خنشلة علي بوزيدي على توقيف مدير دار الثقافة والفنون المسرحية نور الدين قويدري الذي عين منتصف 19/2000 بسبب عرض منحوتة نصفية أنجزها النحات رشدي بركاني الرئيس عبد المجيد تبون، قيل أنها أثارت حفيظة بعض الزوار. وفي ظل غياب بيان رسمي من السلطات الولائية أو الوزارية تباينت الآراء بين من يقول إن التوقيف التحفظي لهذا النحات كان بسبب رداءة المنحوتة بما عد إهانة فنية للرئيس تبون، وهناك من يقول إنه كان بسبب ما فهم تقديسا له، والله أعلم بالنيات. فماذا عنكم مشاهدينا؟ لماذا برأيكم تم إيقاف النحات أو نحات تمثال تبون؟ ننتظر تفاعلاتكم على صفحاتنا على يوتيوب وكذلك على فيسبوك. إلى هنا تنتهي مشاهدينا حلقة اليوم من تفاعلات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.